السلام عليكم وأهلا وسهلا بكم في قناتكم عالم سهام. أتمنى أن تكونوا بألف صحة وعافية عزيزتي. اليوم إن شاء الله سأقدم لكم خلطة بعدها تجاعيد وجهك ستختفي بدون رشعة بعد خلطة إزالة التجاعيد وشد الوجه لبشرة في عمر 20 مهما كان سنك. خلطة إزالة التجاعيد والتخلص من تجاعيد الوجه هذه هي خلطة معروفة جدا، كل من جربها ينبهر من نتائجها لأنها فعالة جدا ومضمونة 100%. فمكوناتها من أبرز المكونات الطبيعية للتخلص من التجاعيد بالسرعة، كانت تستخدم منذ القدم قبل ظهور الكريمات، حتى أن هذه الوصفة قد تبنتها العديد من مختبرات التجميل فأصبحت تنتج كريمات لشد الوجه مكونة من هذه المكونات الطبيعية. فلما لا نقوم بصنعها بأنفسنا ونوفر علينا بذر المال في سبيل هذه الكريمات المليئة بالمواد الكيماوية والمواد الحافظة أيضا. وقبل المرور لمكونات خلطة شد الوجه والتخلص من تجاعيد الوجه لليوم، أتمنى منكم أن تدعموني بالضغط على زر لايك إذا أعجبكم الفيديو لتشجيعي على نشر المزيد من الوصفات. وإذا كنتم تزورون القناة لأول مرة فمرحبا بكم معنا، يمكنكم الانضمام إلى القناة عبر الضغط على زر اشتراك أو سبسكرايب تحت الفيديو مع تفعيل الجرس الصغير بجانبه لكي يصلكم كل جديد من الوصفات المجربة والمضمونة. خلطة التخلص من تجاعيد لليوم تتكون من بذور الكتان بعد أن نقوم بطحنها، زيت أرغان، ويوغورت أو زبادي طبيعي خالي من السكر. فبذور الكتان تساعد على شد بشرة الوجه المترهلة لتمنحها مظهرا شبابيا، كما تعمل على علاج حب الشباب والبثور، وتعتبر مرطب للبشرة الجافة تمنحها نعومة فائقة من خلال إزالة الخلايا الميتة في الجلد. سنحتاج أيضا كما قلنا لزيت الأرغان، فزيت أرغان يتكون من أحماض دهنية تقريبا بنسبة 80% التي تساهم في محو علامات الشيخوخة المبكرة، وقد ثبت أن الاستخدام المنتظم لزيت أرغان يحد من التجاعيد ويشد بشرة الوجه، كما يقوم بمحو بقع العمر من خلال استعادة مرونة البشرة وزيادة معدل تجديد خلايا الجلد السليمة. أما الزبادي أو اليوغورت الطبيعي الخالي من السكر فهو يعتبر بوتوكس طبيعي لمكافحة التجاعيد، فحمض اللاكتيك الموجود في الزبادي يعزز ترطيب البشرة ويزيل خلايا الجلد الميتة، كما يساعد على تقشير البشرة ومنحها البريق. في إناء مناسب سنقوم بوضع 3 ملاعق صغيرة من بذور الكتان المطحونة، نضيف إليها 3 ملاعق صغيرة من الزبادي أو اليوغورت الطبيعي الخالي من السكر، ونضيف أيضا 2 ملاعق صغيرة من زيت أرغان أو مقدار ملعقة كبيرة. نخلط العناصر جيدا إلى أن تتجانس خلطة التخلص من تجاعيد الوجه، نتركها تقريبا لمدة 5 دقائق لتتفاعل العناصر مع بعضها البعض، ثم نطبق الخلطة على بشرة الوجه بحيث تكون نظيفة ونتركها لمدة 30 دقيقة. بعد ذلك نغسل وجهنا بالماء البارد. نستعمل هذه الخلطة 3 مرات بالأسبوع، ومن المفضل وضع خلطة التخلص من التجاعيد وشد بشرة الوجه هذه بالليل مع الاسترخاء التام. أتمنى أن تعجبكم خلطة اليوم للتخلص من التجاعيد وشد بشرة الوجه. لا تنسوا أن تتركوا لي آراءكم وأيضا اقتراحاتكم بالتعليقات، سأسعد أيضا بالإجابة عن جميع تساؤلاتكم واستفساراتكم. أشكركم على المتابعة وإلى اللقاء في وصفة قادمة بإذن الله.